لا تعارك ابن خالتك ويا ابن عمتك ويا منو تطبخ؟ ويا الحق. إيه؟ اذا كان ابن عمك عايل. ابن عم عايل؟ اقف ويا ابن خالتك. إيه؟ ما متفقين ايش بعد العشاء. ابن عمي وشيال همي. تغير ابو عايل. غير عايل. تغير توقف لي. لا شلون؟ انا ويا الحق. ما يصير. زين هم ايش يصيرون منك؟ انا هذا همي ابن خالتي. زين. وهذا ابن عمي. يعني هو شو يصير منه؟ هذا بالغالتي. ماكو غيري غريب والله. اخذ حمزه واروى. ماكو غيري اسمعي حرب عاد. تعال هنا. انا تعال هنا اوقف بما انكم ايش عشيره وحدكم واني صرت هسه زين. حمزه بن عمي زين. حمزه قرايبي يعني كان انا هسه ضليت حيره وين اروى. بس عافك. عافني مع الاسف. غير على الحق. انا ويا الحق. شنو يا الحق؟ ابن عمي وين ما يروح؟ عايل. انا ابن عمي. لا تو لا ابن عمي. غير هسه لو ابن عمي هنا لو مو عايل. لا احنا احنا ويا الحق. شو وين اروح؟ ايش انا ما احكي يما بعد. طبعا انت ضمنت اجا وياك وتعال. يمه 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 الحق. زين انت اذا ابن عمك مو هو ابن عمك؟ هو هذا ابن خالتك. لو ابن خالك؟ ابن خالتي. ابن خالتك اذا تعاركوا ويا منو تطبق؟ شي اكيد ويا ابن عمي. والله واسف عليك. والله واسف. مع الاسف. العم باوع. شوف هو الله يحفظ كل شخص عنده ابن عمي يحبه. هاي نعمه وما حد لاقيها بهالوقت. فاللي عنده ابن عم يخابره من يحتاج شيء، من يحتاج مخنوق تعال نطلع امشي نتمشى، تعالوا يمنا الجمعه مسوين غدا نروح يمهم. هاي نعمه جديات اللي عنده اياها خليه اللي يحس روحه محسود لان غيركم ما لاقي. اكيد. فاللي مفتقد لما العمام وحنيتهم وتواجدهم وظهرهم اللي نحتاجه بكل وقت اللي هسه صرنا عادي يعني احنا قوياء بدون اي سند، لان الواحد من يتعلم بدون سند عادي تصير. فانت من ابن عمك وياك وتعوفه وتطبق ويا ابن خالتك ارجع انطيك بلوك. لا وياهم اثنيناتهم. لا لا اصير هيك خلص هاي تحول. ها شو غير قراراته؟ ها غير شو؟ انا لو منك بلوك. سمعت نصيحتي؟ اي سمعت. لو دا تقشمرني. لا لا سمعت يا والله. هو خريج خريج راح يتخرج. شنو تخرجت؟ اني؟ لا بعدني يعني مرحله رابعه. رابعه راح يتخرج. رابعه. ايش فرحانه؟ هي التربيه قسم تاريخ. ما شاء الله الله يحفظك. صعب التاريخ؟ والله كله صعب. يعني ماده موادنا هواي صعب. هو التاريخ يعني صعب. ايه. التاريخ اللي ناخذه احنا بسنه معينه في فصول قليله ما ينجرى. يعني احنا شلون اذا كل المواد هي تاريخ. والله. الله يساعد. الله يساعد. انت شنو تدرس؟ ثالث. يعني هاني طلعت من عده. طلعت من عده. نجحت؟ خلصت من عده. يا الله وين ناوي ان شاء الله؟ ايش ادب؟ علمي علمي علمي. ادب؟ انت حتى ما تعرف اسم اسم القسم ادبي؟ علمي. لان انا رياضيات فعلم مو درس. والفيزياء والكيمياء والاحياء. اي فضه يا عمي. بعد ما قطعت علي. ادري فيك تعرف الرياضيات والباقي شلون؟ ما قطعت علي. مو انا ما يعني ماكو لا درخ ولا هاي. فهم. بس خير علمي. انا ثاني. ثاني؟ ايش طلعت؟ طلعت الثاني. رحت للثاني. ايش طلعت بالاول؟ طلعت ناجح يعني معفى عام. الله يبعدنا عن هاي المسمى. ما نحب العفا ما نحب. والله انا مشي في شهادتي بالمرحله الثالثه من لقيت عندي جيد جدا قلت والله عمي محظوظه توقعتها كلها مقبول. يعني مستوى راقي جيد جدا. ما اريد العفا. واحد دام يتعب ويمتحن. لا هي خير السنه. شو اسوي بالعفا؟ ويا جماعتك تشوفهم. امشي ينجح. شو يسوي؟ امشي النجاح. امشي النجاح. انا احب الشله اللي تصير وياي.